كأن قدر لبنان أن تكون المشاكل مزدوجة دائما، فما أن بدأت أزمة كورونا بالانحسار حتى انهارت الليرة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، فما هو السبب؟ هلا أول شيء أنت من وراء كورونا صار عندك انفليشن عالمي، كل الموردين الكبار والمصنعين الكبار قالوا لنا في غلا 30-40% بأول السنة، وفعلا هذا الشيء صار. يعني اليوم انت عندك مشكلة لوجيستكس بالعالم، اليوم الكونتينر اللي كان يكلفك 2000 دولار لتجيبه من الصين او من امريكا صار بيكلف 10,000، بس لأول مرة بالعالم بيكون في ديماند اكتر من سبلاي، اللي هي ممكن تعمل مشكلة اقتصادية كتير كبيرة عالمية. بلبنان باخر ديسمبر، يعني باخر كانون اول تقريبا من 24-23 لهلأ الدولار صار مرتفع 20%. خود هال 30-40% الغلاء العالمي، وخذ هال 20% زيدهم على بعضهم، الاسعار طالعه 50-60%. اولويات اللبنانيين تغيرت وكذلك قدرتهم على الشراء، فكيف تاثرت الاسواق؟ القوه الشرائيه عند الناس لما بتضعف طبيعي بدهم يأننوا، وهذا الشيء زيدوا على القيمه الشرائيه اللي نزلت بتنزل لسه بعد زياده. يعني انت اليوم عندك كثير نقط بيع خف مبيعها 70%، عندك نقط بيع 50. كمان توقف على المنطقة اللي انت فيها، يعني اليوم اذا منطقة قوتها الشرائية قوية او غنية مثل ما بيقولوا، هيدي المنطقة يمكن قلت القوة الشرائية اقل من غيرها. بينما اذا بتروح على المناطق، اذا بتروح على عكار، بتروح على البقاع، بتروح على طرابلس، بتروح على صيدا، بتروح مناطق معينة اللي هي بالاساس كانت الاطراف كانت فقيرة، اليوم صارت معدومة، فالقوة الشرائية فيها مسحت بالمرة. صار اللبناني بدل ما ياخد كيس الخمسة كيلو صار بياخد كيس الكيلو أو كيليين وبيقنم فيه. يعني أكيد مثلا اليوم اللي كان يعمل 3 مرات لحمة بالجمعة صار بيعمل مرة، اللي كان ياكل الدجاج مرتين بالجمعة صار بيعمله مرة. بتصير الطبع بيتغير لأنه ما بقى في، يعني القوة الشرائية ما بقى موجودة عند اللبناني. بحسب الخبراء فإن الأسعار العالمية مرشحة للارتفاع أكثر، خصوصا أن كورونا غيرت وجه العالم الاقتصادي، فحكما سيتأثر لبنان. وفي الختام الله يعين المواطن اللبناني.